صباح الخير طلاب وطالبات الصف الرابع الأساسي، أسعد الله صباحكم في صباح يوم الاثنين الموافق العاشر من أيار لعام 2021. اليوم يا رابع وفي حصتنا سننتقل إلى الوحدة الأخيرة من دروس التربية المهنية في هذا الفصل الدراسي، ولكن قبل ما رح ننتقل لحصتنا رح نعمل مراجعة سريعة للدرس السابق. في الدرس السابق تعرفنا على بعض العدد ببعض المواد والعدد اليدوية الكهربائية واستخدام كل أداة. فأخذنا عراية ذاتية الضبط، حكينا لتعرية الأسلاك من دون ضبط مسبق، بينما العراية اليدوية ذات برغ الضبط تعرية الأسلاك مع الضبط المسبق. زرادية ذات رأس مدبب جدل الأسلاك أو ربطها. زرادية عادية جدل الأسلاك ووصلها. قطاعة قطع الأسلاك. قطاعة ذات رأس عريض قطع الأسلاك. أسلاك كهربائية بأحجام ومقاطع مختلفة لتوصيل التيار الكهربائي. مفك الفاحص اللي هو التستر للكشف عن وجود التيار الكهربائي. شريط لاصق عازل لعزل الأسلاك المعرى والوصلات. تعرفنا على مفهوم الدارة الكهربائية، حكينا أنه هي مجموعة عناصر تتصل فيما بينها بأسلاك نحاسية. أما التيار الكهربائي هو انتقال الشحنات الكهربائية داخل موصل. الجهد الكهربائي هو القوة الدافعة للتيار الكهربائي. بينما الدرس الثاني النشاط اللي عاطينا فيه مش مطالبين فيه، بس مطلوب منكم بهذا الدرس يا رابع، اللي هو حل الأسئلة صفحة 71 صفحة 72. السؤال الأول: تأمل صندوق العدد الكهربائية الآتي ثم اكتب الأداة المناسبة في الفراغ مما يلي. الأداة التي تستخدم في تعرية الأسلاك من دون ضبط مسبق اللي هي عراية ذاتية الضبط. الأداة التي تستخدم في جدل الأسلاك ووصلها زرادية عادية. الأداة التي تستخدم في جدل الأسلاك أو ربطها باستخدام زرادية ذات رأس مدبب. يمكن قطع الأسلاك باستخدام يا إما قطاعة أو قطاعة ذات رأس عريض. الأداة التي تستخدم في تعرية الأسلاك مع الضبط المسبق عراية يدوية ذات برغي ضبط. يمكن الكشف عن وجود التيار الكهربائي بواسطة مفك فاحص. تستخدم الأسلاك الكهربائية بهدف نقل التيار الكهربائي. لعزل الأسلاك المعرى والوصلات نستخدم شريط لاصق عازل. السؤال الثاني: اذكر أربعا من المواد والعدد الكهربائية الشائعة الاستخدام. زرادية عادية، قطاعة، مفك فاحص، شريط لاصق عازل. السؤال الثالث: ما الهدف من عمل كل مما يأتي؟ ألف: ضبط برغ العراية اليدوية تبعا لمساحة مقطع السلك المراد تعريته لتعرية الطول المطلوب من السلك. ب: تغذية الأسلاك بعد ربطها بشريط عزل لاصق لعزل الأسلاك المكشوفة ومراعاة متطلبات الصحة والسلامة. السؤال الرابع: إذا شاهدت زميلك يعري سلكا كهربائيا باستخدام السكين، فما النصائح التي تقدمها له؟ أنصحه بعدم تعرية الأسلاك الكهربائية باستخدام سكين، وإنما بالعدد والأدوات الكهربائية المناسبة لئلا يتعرض للجرح والأذى. هلأ بدنا ننتقل لدرسنا الجديد بآخر وحدة. طبعا آخر وحدة بتتحدث عن المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة. احنا طبعا بنعرف انه المشروبات الساخنة والباردة لها أهمية خاصة في حياتنا، لكل نوع منها فوائد كثيرة. طبعا المشروبات الساخنة الشائعة في بلادنا الشاي، القهوة، الكاكاو، والشراب المعد من النباتات العطرية مثل اليانسون والميرامية والنعناع. بينما المشروبات الباردة هي التي تقدم غالبا في فصل الصيف، فهي عديدة ومنها عصير الليمون والبرتقال والموز بالحليب. بهاي الوحدة رح نتعرف على أنواع المشروبات الساخنة والباردة وكيفية إعداد كل منها والتعليمات الواجب اتباعها في أثناء إعداد مختلف أنواع المشروبات. طبعا احنا بنتناول المشروبات الساخنة غالبا في فصل الشتاء مشان نستمتع بمذاقها وننتفع بفوائدها. ومن هذه المشروبات عندي منقوع الميرامية والنعناع واليانسون.
هلا بدنا نحكي عن الأمور الواجب مراعاتها في أثناء تجهيز الطعام والشرب. أولا تقليم الأظافر والمحافظة على نظافتها. ثانياً غسل اليدين وتجفيفهما قبل بدء العمل. ثلاثة أتحقق من نظافة الأواني والأدوات والتجهيزات المستخدمة وغسلها بعد الانتهاء من العمل وتجفيفها جيداً وإني أضعها في مكان مناسب. أحرص على نظافة المواد الغذائية المستخدمة في إعداد الأشربة. أستخدم السكين بإشراف المعلم أو بإشراف ولي الأمر، وأشغل الخلاط الكهربائية إما بإشراف المعلم أو بإشراف ولي الأمر فقط. هلأ بدنا نحكي عن إعداد منقوع الميرامية، وإحنا بنعرف إنه الميرامية بنستخدمها لما مثلا يكون عندنا مغص، لأنها هي مادة مطهرة ومعطرة وطاردة للغازات. اللي بدي أحكي لك يا رابع بالنسبة للميرامية، إنه أنا الميرامية ما بغليها، أنا بضعها في ماء مغلي وبخليها منقوعة. طبعا بغطي الوعاء مدة من 5 لـ7 دقائق. ليش؟ مشان أقوم باستخلاص ما أمكن من مواد النكهة، وما بغليها مشان ما تفقد مواد النكهة الطيارة أو إنه يتغير طعمها. وطبعا لازم وأنا بعمل في منقوع الميرامية أراعي متطلبات الصحة والسلام العامة، زي ارتداء القفازين، لباس العمل، الاستخدام الصحيح للأدوات في أثناء العمل. لازم أكون حذر عند استخدام فرن الغاز والماء الساخن. هلا بدنا نحكي عن المشروب الثاني من المشروبات اللي حاطلنا إياها بالكتاب، اللي هي مشروب اليانسون. وطبعا اليانسون هو إحدى الأعشاب المفيدة اللي بتساعدنا على التخلص من البلغم. والمشروب اليانسون الساخن بيفيدني في تخفيف آلام المغص المعوي. طبعا بدي احكي لك كمان يا رابع عن اليانسون انا ما بنقعه. اول اشي بغلي، ولازم مدة غليه تكون لا تقل عن 15 دقيقة، يعني ربع ساعة. بعدين بتركه في الماء المغلي مدة 5 دقائق. وطبعا لازم اراعي متطلبات الصحة والسلام العامة، زي ارتداء القفازين، لباس العمل، استخدام الصحيح للادوات في اثناء العمل، والحذر عند استخدام فرن الغاز والماء الساخن. ولهون يا رابع بتكون خلصت حصتنا لليوم. حصتنا اليوم خفيفة ما فيها كتير معلومات. بتمنى منكم بعد ما تحلوا الأسئلة اللي كانت ببداية الفيديو، اللي هي أسئلة الوحدة السابقة، بعد ما تسمعوا للفيديو لشرح اليوم، بتمنى منكم تنقلوا التلخيص المرفق على دفاتركم خط مرتب واضح، ويعطيكم ألف عافية.